انا جيت. صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من اخر مره قبل ماتش المقصه. طبعا كلنا شفنا ماتش المقصه. انا بصراحه الماتش ما كانش عاجبني جدا، واداء الفرقه كان سيء، وطبعا عارفين التعادل كان نتيجه المباراه، سيد المباراه سلبي، تعادل 0-0. ولذلك يعني ما عرفتش هطلع اقول ايه حتى بعد الماتش. اوكي فرحانين بالدوري والكلام ده كله، بس ما فيش حاجه كنت هطلع اقولها هتفيد اي حد يعني. والمزاج ما كانش حلو. هي دي طبيعه النادي الاهلي، وهي طبيعه جماهير النادي الاهلي، ما يفرحوش باقل حاجه، ولا يا اما الفوز يا اما بلاش. للاسف احنا تعودنا على كده. المهم النهارده طبعا موعدنا مع مباراه الاهلي ونادي مصر، فريق صاعد للدوري الممتاز لاول مره، وطبعا هو في المركز القبل الاخير، فاكيد ان هو هينزل السنه دي، يعني ما فيش بوادر امل ان هو يكمل يعني في الدوري. مباراه النهارده ان شاء الله باذن الله هتكون الساعه 8 بتوقيت مصر، 10 بتوقيت الامارات، و7 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. عايزين نشوف النهارده فايلر اختار مين. اختار لحراسه المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، خط الدفاع رامي ربيعه وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد هاني واحمد فتحي، خط النص اختار عمرو السلاليه واليو ديانج وحسين الشحات ووليد سليمان وكهربا واحمد الشيخ واجاييه والشباب محمد فخري وعربي بدر. بالنسبه طبعا للمهاجمين اختار اليو بادجي ومروان محسن وجونيور اجاييه. طبعا ماتش النهارده سهل، ويمكن دي اول مره اقولها لكم، ماتش النهارده سهل، ولان فرقه مصر من الفرق اللي مستواها ضعيف بصراحه، ما هياش الفرقه اللي تخوفك. المفروض والطبيعي ان النهارده ريني فايلر يريح الاساسيين، ده المفروض، ويلعب بتشكيله من الاحتياطيين، لان انت داخل عليك لسه 6 ماتشات في الدوري او 5 ماتشات باقيين، بخلاف طبعا مباراه الوداد. لسه عندك ماتش طنطا الاسبوع الجاي يوم السبت، وبعد كده هتلاعب الترسانه في كاس مصر. طبعا خبر سيء جدا 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 عرفناه، ان الترسانه نزل درجه ثالثه. نادي الترسانه اللي حصل على الدوري سنه 63 وحصل على كاس مصر 6 مرات، وكان من اول الفرق المصريه اللي اشتركت في بطوله افريقيا، بينزل درجه ثالثه. يعني بجد حاجه مؤسفه جدا. ترسانه حسن الشاذلي ومصطفى رياض وابو تريكه طلع اجيال واجيال واجيال، للاسف الشديد يعني وصل للمرحله دي. نفس الكلام لو هنتكلم، نتكلم على فريق المرسى التونسي، برضو من الفرق اللي كان ليها باع في السنين اللي فاتت. زي ما قلت لكم فريق المرسى التونسي نزل للدرجه الثالثه، وفريق المرسى التونسي من الفرق اللي كان ليها برضو صوالات وجولات في الكره التونسيه. فنشوفوا ان فعلا في فرق كبيره جدا مستواها نزل تحت الصفر للاسف. نتمنى ان الفرق دي تتدارك الموقف وترجع، لان دول تاريخ من تواريخ الكوره في بلدها. طبعا النهارده لو هنقول التشكيل المتوقع، هنقول ان الشناوي هيكون حارس مرمى، في اليمين محمد هاني، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وعلي معلول، او ايمن اشرف مكان ياسر ابراهيم حسب رؤيه فايلر. طبعا في الوسط هيكون السليه وديانج. طبعا عشان تكونوا عارفين النهارده قفشه خارج قائمه ال 18 هو وجيرالدو، يبقى هنقول السليه وحمدي فتحي، وممكن يكون مثلا معاهم وليد سليمان لو بدا، واحمد الشيخ وجونيور اجاييه، واذا كان هيلعب بمهاجم هيكون مثلا اليو بادجي او مروان محسن.
هنشوف تشكيلة النهاردة، نتمنى إن شاء الله الفوز، لأن ما نحبش عشان خاطر نغمة إن إحنا خلاص خلصنا الدوري يبقى كل حاجة تبقى ناخدوها باستهتار. فرحنا الماتش اللي فات انتهت، صفحة الدوري انتهت، ما تعودناش إن إحنا نعمل بقى احتفالات وليالي ملاح والكلام ده كله، الحمد لله ده الطبيعي بتاعنا، خامس دوري على التوالي، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية واللي بعديها واللي بعديها إحنا تعودنا على كده. زي ما قلت لكم، جيل مانويل جوزيه وجيل راينر تسوبل وألان هاريس وراينر هولمان، الناس دي يعني ليها تاريخ مع النادي الأهلي، إن شاء الله بإذن الله يكمل التاريخ على كده. طبعا من ضمن الحاجات إن شاء الله، وطبعا أكيد نتمنى التوفيق لمحترفينا سواء محمد صلاح، محمد النني، أحمد حجازي، أحمد حسن كوكا، مش عايز أنسى حد، نتمنى لهم إن شاء الله، المحمدي وتريزيجيه طبعا. نتمنى إن فرقتنا برضو فرقة المنتخب الوطني ترجع، عندنا ماتشين مع فريق توجو إن شاء الله في شهر أكتوبر أو نوفمبر، نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن إحنا نرجع تاني لقوتنا ولعظمة المنتخب المصري، بإذن الله نرجعه أحسن من الأول إن شاء الله. عندنا جيل كويس وعندنا لعيبة كويسة، ولكن المشكلة أنا شايفها في الإدارة الفنية. طبعا الكلام سابق لأوانه على حسام البدري، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق في الماتشات الجاية، إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا النهاردة ونحصده ال3 نقط بإذن واحد أحد. صباحكم زي الفل ويومكم أسعد الأيام. اللي ما اشتركش في القناة يشترك، ويا ريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب إن شاء الله، وتفرحوا أخوكم النبيل. ربنا يا رب يبارك في أيامكم كلها يا رب، ويديكم الصحة ويعطيكم اللي انتوا عايزينه كله. سلام. توصلوا بالسلامة يا جون، هتوحشنا يا حبيب قلبي. انت ما تنساش وحيد بقى حبيبك واخوك. مع السلامة. مع السلامة يا كريستين. خلي بالك. باي باي باي. اي حد يكلمك في المطار قول له ارمط. ارمط دي عاملة زي الفيزا بالظبط. مع السلامة. مع ألف سلامة. خلي بالك من نفسك. هتوحشنا يا جون. هتوحشنا يا حبيب قلبي. مع ألف سلامة. مين دول؟